امبارح كان في مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل انطلاق البطوله العربيه الدوليه المفتوحه للسكواش للناشئين والناشئات، واللي هتقام في الفتره من 21 لحد 28 يوليو. هشارك في البطوله 594 لاعب ولاعبه من 14 دوله مختلفه. رياضة الاسكواش من أهم الألعاب اللي بتتميز بيها مصر، وتاريخنا حافل بالبطولات واللاعبين المتميزين فيها. الجديد بقى والإنجاز المهم اللي وصلنا ليه إن مصر بتستضيف البطولة العربية الدولية المفتوحة للاسكواش للناشئين والناشئات بمشاركة 594 لاعب ولاعبة من أكتر من 12 دولة مختلفة. في ترحيب وفخر باستضافة مصر للبطولة دي، وده بيثبت قد إيه إن مصر قادرة على استضافة الأحداث والبطولات الرياضية العالمية. في تفاصيل كتير وتصريحات مهمة عن مصر من المشاركين، تعالوا بينا نعرفها. البطولة بتحظى برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللي عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق البطولة في الفترة من 21 ل 28 يوليو الجاري بحضور مدربي وممثلي المنتخبات المشاركة، اللي وجهوا الشكر لمصر على حسن التنظيم في ظل اهتمام مصر بالمنشآت والبنية الرياضية التحتية اللي أبهرت العالم. منتج الرياضة المصرية، منتج الرياضة المصرية احنا عندنا تقريبا عملنا في الاربع سنين دول عوائد غير مباشره اكتر من 1.5 مليون ليله سياحيه من استضافه الوفود اللي موجوده. الاكسبوجر بتاعنا لبره مصر اكتر من 2 مليار مشاهده، بدايه من كاس الامم الافريقيه والبطولات العالم اللي موجوده. المنتج ليه عوائد مباشره وعوائد غير مباشره. النهارده بنتكلم على حاجه تاني، هي استدامه رياضه الاسكواش وقوتها في مصر. لازم نستخدمها كويس جدا. انا بشكر الكابتن امير وجيه والشباب اللي موجودين. الحقيقه طيورنا اللي كانت بره وجبناها من امريكا والاخره، وبنقول لهم اشتغلوا وانطلقوا، وطبعا اكيد في تعاون مع الاتحاد. احنا عندنا حاجتين، البطوله العربيه، بطوله بالم هيلز العربيه الدوليه للسكواش ديت بتعتبر الاكبر في تاريخ الاتحاد العربي. يمكن السنه اللي فاتت كان في عندنا نسبه المشاركه من 10 دول 540 لاعب ولاعيبه، احنا السنه دي عندنا 14 دوله ونسبه المشاركه اعلى 594 لاعب ولاعيبه، وفي عندنا ويتنج ليست ما قدروش يخشوا نظرا لان الدروهات كلها مليانه. احنا السنه الجايه بنعمل يعني نرفع البطوله كمان ان نخليها 128 عشان نقدر نشارك اكبر عدد، لان في اقبال كبير جدا والدول اللي بتيجي تشارك من للبطوله، ان هي في الكالندر الدولي ليها نقط دوليه، لكن برضه في قبلها معسكر دولي لدعم السياحه الرياضيه في مصر، ده بيقام برضه في نادي بالم هيلز لمده 3 اسابيع قبل البطوله. بيبقى في اعداد كويس، بيبقى في كرنفال زي مثلا بنشوف كرنفال البرازيل، مثلا بنشوف الكرنفال بتاع دبي بتاع جده. احنا عندنا كرنفال الحاجه اللي مصر بتبدع فيها وهي رياضه الاسكواش. احنا مسيطرين على الالقاب العالميه اخر 30 سنه الحمد لله، بالتالي شعبيه اللعبه عالميا مرتفعه جدا، فبتستقطب كل الابطال من كل العالم بيجوا. يمكن السنه دي الكامب الاكبر في تاريخ الاسكواش برضو من اكثر من 14 دوله، وفي دول جديده بدات تيجي، يعني اليونان اول مره بتنزل معانا، السودان اول مره بتشارك معانا، في لاعبين جم من امريكا مده شهرين. الاسكواش بقت هي مصر هي عاصمه الاسكواش في العالم كله، كل واحد عايز يوصل لمكانه عالميه او عاوز يتطور او يتحسن او يستمتع بيجي مصر عشان خاطر يشارك الابطال بتوعنا. والفاسيلتيز اللي عندنا طبعا كلها بترجع، انت بص كل واحد راجع بيحط على البروفايل بتاعه صوره الهرم المتحف. في ما عندنا 6 ايام تدريب ويوم بيبقى راحه، بنطلع فيه سايت سينج ونطلع بره. الرحله النيليه الاسبوع اللي فات من كتر ما يعني كنا المفروض هناخد مركب واحد اخذنا 3 مراكب، لان كان في اكتر من 90 لاعب ولاعيبه موجودين. الوفود كلها بتستمتع، تعرف عندنا هنا العادات والتقاليد المصريه، الاماكن السياحيه اللي موجوده، الناس حاسه ان هي في بلدها كلها، فبالتالي يعني ده كله بيرجع لنشاط السياحه الرياضيه في مصر. احسن مكان في العالم ان انت تلعب في سكواش في العالم يعني مصر، لانه فيها ابطال العالم كل الفئات العمريه، السينيورز، البيجنرز، الجونيورز، فده احسن مكان في العالم ان انت تلعب فيه سكواش. وعلى صعيد البطوله كان على صعيد هامش البطوله كان في معسكر تدريبي برضه
منظم من الاتحاد العربي. مصر طول عمرها بطولاتها بطولات كبيره وبطولات كويسه، واي دوله بتيجي هنا بتستفاد من البطولات اللي بتتعمل في مصر عشان خاطر عدد اللعيبه الكبير اللي بيشارك وطبعا مصر من احسن الدول اللي بتلعب سكواش او عندها لعيبه في السكواش من ناحيه العدد ومن ناحيه الكواليتي كمان بتاعه اللعيبه، لعيبه كويسين جدا. فطبعا احنا بنيجي هنا بنستفاد ايا كان كسبنا او خسرنا، فيعني اللعيبه كلها بتستفاد من اللعيبه ومن الاحتكاك باللعيبه المصريين. دي تحيه وشكر للكابتن امير وجيه لمجهوده الجبار في تنظيم البطوله، ولاخواننا في الشركات الراعيه للبطوله ريسبونسر، ولمعالي الوزير دكتور أشرف صبحي لرايته الكريمة لهذه البطولة وللوفد اختيار السودان كضيف شرف للبطولة لمشاركته الأولى. يمكن نحن في دول تاني برضو الأول مشاركة لها زي اليونان والهند وكذا، فنحن مستبشرين جدا بأنها تكون بطولة ناجحة جدا، وكل يعني أسباب النجاح أفتكرها متوفرة جدا، من إعداد جيد، من استقبال، من ملاعب، من تنظيم، ولذلك يعني افتكر انها حتكون بطوله حقيقه، هي بطوله يعني ولدت باسنانا، ويكفي انها حتنظم في القاهره اللي هي تعتبر عاصمه الاسكواش العالمي. احنا موجودين سبونسر في البطوله معاهم من بدايه الكامب. طبعا لازم اللعيبه تبقى جاهزه، بنبص على اللعيبه في البدايه لو حد عنده اي حاجه في اسر في عضلات، عنده ماسلز ضعيفه او حاجه اسمها ماسل امبالانس، فده بيبقى عرضه اكتر للاصابه. في لحمه الماتشات كمان بتبقى سريعه قوي، وعدد اللعيبه المشاركه كبيره قوي، فكان لازم نبقى موجودين ونبص على اللعيبه ستارتنج من الكامب من البدايه. ده بيبقى احسن ان احنا نعمل حاجه اسمها بريفنشن للانجرز بتاعه الاصابات نفسها انها ما تحصلش. وارد طبعا ان في اصابه تحصل، وارد ان في مزق في العضلات يحصل، وكل الحاجات دي كلها وارد، بس ان احنا نكتشف ده من البدايه بيبقى ليه بروتوكول بنمشي عليه وليه بلانز ممكن نحطها ان احنا نقدر نلاقي ان في ماسل امبالانس او حاجه زي كده. البطوله بيشارك فيها 594 لاعب ولاعبه، واللي كان موجود عدد منهم بيمثلوا دول مختلفه، منهم الاردن ومصر واليونان والسودان، وغيرهم من المتواجدين في المعسكر المغلق لتدريبهم وتوفير كل سبل الراحة ليهم، واللي أكدوا اهتمامهم بالبطولة خاصة أن مصر تمتلك لاعبين لديهم الخبرة في رياضة الاسكواش ويمكن الاستفادة منهم. أجمل استضافة شفتها، وأنه رأيي بالبطولة أنه أحسن بطولة لأنه فيها بتجمع جميع الدول، أنه اللي بده يشارك والما بده يشارك نفس الشيء. مبسوط كثير أنه أنا عم بشارك بطولة زي هاي، وبصراحة الخبر اللي عم باخذها عمري ما أخذته من بطولة تانية. طبعا الكابتن أمير عامل يعني كامب هايل في السعودية والأردن وبحرين وكله، يعني أحب أشكره طبعا جدا، يعني عامل كامبات يعني على أعلى مستوى، ولسه هنروح السعودية، فيعني أحب أشكره طبعا جدا جدا. طبعا احب اشكر والدي ووالدتي طبعا على المجهود، يعني ان هم كل يوم معايا في التمارين والست ايام اللي انا بلعبهم، واحب اشكرهم طبعا جدا جدا. رامي عاشور واخويا طبعا مصطفى، طبعا بنتمرن مع بعض شويه وبنتكلم، بس انا طبعا ما بشوفوش كتير عشان هو بيسافر بطولات كتير، فطبعا يعني احب اشكره المجهود اللي بيعمله. I'm Christopher. I'm 19 years old. I've played squash for. كريستوفر، وألعب الاسكواش منذ 5 سنوات وأنا في الجامعة وأدرس الهندسة الكيميائية، وقد حصلت على بطولة اليونان المفتوحة للاسكواش التي كانت هذا العام وفزت بها. أعتقد أن مصر لديها أفضل لاعب الاسكواش في العالم، وهذه الفرصة رائعة لكثير من النشأ حول العالم للانضمام لهذه المسابقة. هذه اللعبة مهمة، ونحن نستعد بالتدريب لمدة 5 مرات في الأسبوع، وهذه البطولة هي من أهم البطولات، ويتم التدريب فيها 2 مرات في اليوم لتحقيق نتائج إيجابية. شكرا لمصر لأنهم سمحوا لنا بالتواجد هنا للتعلم من لاعبي الاسكواش المصريين.
ألعب الاسكواش منذ 7 سنوات وشاركت في بطولة اليونان. هذه البطولة في مصر فرصة كبيرة وبطولة تنافسية، وأنا أتواجد في البطولة تحت 17 عاماً، وهذه البطولة مليئة بالعديد من لاعبي الاسكواش الذين يمتلكون قدراً عالياً من الاحترافية. أستعد للبطولة باتباع تعليمات المدرب في استخدام استراتيجية الفوز، وأهم شيء أن تكون اللياقة البدنية على أتم الاستعداد، والعقلية تكون عقلية فوز. اللاعبون المصريون لديهم خبرة كبيرة في لعبة الاسكواش، وهذه فرصة لتعلم مهارات جديدة منهم، خاصة أن اللاعبين المصريين يستخدمون مهارات مميزة في هذه اللعبة. البطولة العربية الدولية المفتوحة للسكواش للناشئين والناشئات تعد الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي للسكواش، خاصة أنها تأتي في ظل ازدهار اللعبة نتيجة التعاون بين المؤسسات المختلفة لاكتشاف المواهب. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.